أصلاً انولد مع اللمس. نحكي عن فنون رواية القصة. مركز العودة بينفذ أولى ورش العمل اللي بتستهدف المكتبيين والنشطاء الثقافيين والحكواتيين والفنانين ضمن مشروع مغني المطر بدعم رئيسي من مؤسسة عبد الحميد شومان ذراع البنك العربي للمسؤولية الثقافية والمجتمعية. اليوم هاي الورشة بتستهدف المكتبيين والنشطاء الثقافيين حول فنون رواية القصة وكيف يحولوا هاي القصص المدرجة في مكتبات الأطفال لأعمال فنية تقدم بطريقة إبداعية للأطفال في المكتبات العامة وفي المراكز الثقافية. وهي الورشة رح ننفذ مثلها في محافظات جنوب الضفة الغربية وفي محافظات الوسط.